50 سنة في عمري نطلع كيمك في الماء. أو كيف أفتح؟ شوف سليمة هنا تخل الدار. والدار. كل الإمكانيات البشرية والمادية سخرت، يعني كان هناك تقريبا إلى 188 عون اللي بالتضامن مع كل المديريات المجاورة لولاية عنابة. الجهود راها مبذولة متواصلة بالتنسيق مع السيد والي الولاية، الإمكانيات المادية متوفرة. 4 أيام بدون كهرباء ومحصورين، ما عندنا حتى واحد، ما فقدنا واحد، ما طلع علينا لهنا بدون مأوى. رانا في الماء كيمنا لا من جا طلع علينا، لا من هدرنا، من قال، لا من سقس علينا، هنا في هاله عايشين عيشه مره اخرى، عيشه مره والله العظيم. حتى ال4 ايام الاولين ترى بخمس ما جابوه الغش، ولا كم جاش لقينا داري بالبوي والفكير، سواء ضعنا بالشر في ال4 ايام هذه. كان ريسبونسابل وكاين بريزونس 200 بحذانا، واحد ما جاء وما نحتاجوهمش، وش عم يجي ما عنده حتى حل في يده، ما يخممش ديجا، هو ما يخممش كيف راح يلقى لنا الحلول.